دفاعا عن موقع الرئاسة الأولى وعن الرئيس ميشيل سليمان، لبى الطلاب في عدد من الجامعات دعوة المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار إلى تنظيم الوقفات التضامنية. هذه صور من كلية الأعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، وهنا صور أخرى لطلاب الحقوق والعلوم السياسية الذين اعتصموا في محيط حرم الكلية بقرار إداري. جايين نتحرك دعما لمواقف رئيس الجمهورية، جايين نقول أنه نحن مع الرئيس بآخر حكي كان عم بيقوله بخصوص اتفاق بعبدة وبخصوص الدعم السلاح الشرعي الوحيد على الأراضي اللبنانية. نحن اليوم واقفين وقفة تضامن مع رئيس الجمهورية لمواقف اشتقنا، صارنا زمان مش شايفينها بهذا البلد. مرفوض بعد اليوم التهجم للموقع الأول بالدولة اللبنانية، شدد على المعادلة الذهبية اللي هي جيش الشعب ودولة اللبنانية. داخل الكليات أو خارجها، في الساحات والصفوف، أعلن الطلاب بأعلى صوت تضامنهم وولائهم لرئيس الجمهورية، متعهدين الدفاع عن مقام رئاسة الجمهورية في وجه كل عواصف الداخل والخارج.